ما راحتش اللاين ده قبل كده. يمكن راحت على فكره، يمكن راحت في كاركترات ممكن تبقى سبايسي اكتر، اللي هي المعقده او بتاع، او الحاجات اللي عملتها في سجن النساء، او الحاجات اللي عملتها في اكتر من حته وكانت حلوه ما شاء الله جدا. هنا الشخصيه برضو مؤثره ومهمه جدا وعملتها بشكل لطيف وما قربت لهاش قبل كده، فبالتالي بالنسبه لي بونص ان انا اجيب روبي في شخصيه غير متوقعه. الناس واخده عليها ان هي هتطلع كوميدي او هتطلع بتهزر او هتطلع سايكو، لا هي طالعه نورمال، طالعه شخصيه دكتوره في جامعه وبتدرس وبتاع وبتبقى عمده، فبتبدا تحط الافكار المنطقيه والافكار الوسطيه في الموضوع. حضرتك في البدايه كنت بتقول انه ما كنتش متخيل نفسك في الدور، بس لما انت قريت وقلت انك فكرت مين يعمله فراح قالوا لك لا خليك انت عمله، فكرت مين ممكن كان يعمل شيء خالص؟ لا فكرت في اسامي كتير والله، مش يعني انا ما زبطتش في حته، لان هم كانوا دايما بيشوشروا اللي هو يعني مش ما تدورش مش هتعمل. لا دلوقتي والله ما فاكر، انت بتتكلمي ده من 7-8 شهور الكلام ده، ده من زمان قوي. طيب شايف ان حضرتك العمده اخذ حقه في الموسم الرمضاني ده؟ والله بالجدل اللي واصل لي من شخصيه استاذ حافظ حاسس انه اتشاف، بس احساسي برضو انه بعد رمضان هيتشاف اكتر. صح وده انا معاك، احنا هنشوف كلنا. انا عايزه برضو اسال على فكره ان المجلس القومي للمراه، عشان المجلس القومي للمراه يشيد بالعمل وكده، ده اكتر من مره، ده لسه منزلين اشاده يمكن من كام يوم اول امبارح يمكن، يعني فكره متابعتهم للعمل وشايفين انتوا بتعملوا حاجه كويسه وموجوده في المجتمع ده، برضو كان فيدباك عندكم ايه؟ كان فيدباك بالنسبة لنا ان احنا الحمد لله رب العالمين دورنا على حاجة صح، توجهنا لحاجة صح، وماشيين في تراك يفيد اتجاه البلد نفسها. بس خبالك ما احنا كلنا منظومة واحدة، يعني لو انا غردت برا السرب شكرا ما هقول ايه، مش هقول حاجة مفيدة. ففكرة ان انا اقدر اقدم عمل درامي بيناقش قضايا وبيقول حاجات مهمة وبيشيد بيه المجلس القومي للمرأة ومحسوس بالقضايا، اذا انا ماشي صح. حاليا مسلسل عمل حضرة العمدة ترند على فيسبوك، بالنسبة لك الترند مقياس النجاح؟ ما مش عارف، ما بقتش اركز قوي بصراحة مع موضوع ترند، انما مصر كلها ترند يعني ما بركزش قوي فيه. انا بالنسبة لي المقياس فكرة الشارع او الناس، سواء سلبي او ايجابي على فكرة، سلبي يعني انا موجود، ايجابي يعني انا موجود، في الحالتين انا موجود. الناس لما بتشوف في الشارع بتقول لك ايه؟ الحمد لله ما بنزلش. الحمد لله بقالي فترة ما بنزلش والله. لا مش قاصد والله، صدفة يعني، يمكن ان احنا اتفرهدنا جامد الفترة الاخيرة. انا من يوم ما خلصت صورة انا بنام، انا مش عارف في ايه، يعني بقوم من النوم انام، بقوم من النوم انام، فانا مش فاهم حاجة.